عدنا مجددا مشاهدينا بعد هاي الاجواء الرائعه والجميله من اماره الفجيره، ولكن معنا ضيف لليوم من فقره سبورت تايم. راح نتحدث عن رياضه التايكوندو، وهي احدى الرياضات من الفنون القتاليه. قديما يا عمر التايكوندو هي عرفت في كوريا، كانوا يقولوا لها هانجا، يعني هو هذا التعريف النيك نيم حقها. هي من احدى الرياضات القتاليه، وايضا هي من التقليديه عندهم، من العادات التقليديه اللي كانوا هم يدافعون عن نفسهم فيها. عرفت الرياضه عندهم لمده من حوالي او اكثر من 2000 سنه، وكان السبب في ذلك او ظهور هذه الرياضه هي الحروب الأهلية كانت تشهدها كوريا في ذلك الوقت. يعني هي من أكثر من 2000 سنة معروفة هذه الرياضة، وهي أيضا من العادات التقليدية لدى كوريا. انتشرت وامتدت إلى جميع دول أوروبا وأيضا إلى العرب حاليا، وأصبح لها أولمبيات وألعاب، وأصحابها أو الشخص اللي يلعب تايكوندو يحصل على درجات كبيرة وعالية ويكرم مثلها مثل كرة القدم. احنا رح نتحدث أكثر ولكن بعد هذا التقرير، وراجعي. يتفق المراقبون الرياضيون المتابعون لرياضة التايكوندو بأن الدعم الكبير الذي لقيته اللعبة من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قادها إلى طفرة فنية كبيرة في مختلف الاتجاهات، وبما ساهم بتطوير ممارستها كرياضة يرتادها عدد كبير من الهواة. وتحولت رغبتهم من مجرد ممارستها كرياضة تساهم في الحفاظ على مرونة جسم الإنسان وتزرع فيهم الثقة في مجابهة الحياة، إلى رياضة تعني لهم حياة جديدة ملأوها بالتطلع لتحقيق الإنجازات. وأصبحت التايكوندو جزءا من حياة هؤلاء الشباب والشابات من ممارسي اللعبة، تبشر بمستقبل جيد. احنا بنحضر ان شاء الله للموسم، الموسم راح يبدأ ب6/11 اول بطولة، راح تكون فئة الشباب، الاسبوع اللي تلي فئة الناشئين، بعدها راح تيجي فئة الرجال. ان شاء الله زي ما شايفين استعدادنا، مستعد للموسم جميع فئاته، ان شاء الله تكون بداية خير. وفي عنا بطولات دولية، هنا بطولة دولية بالفجيرة، وعنا بطولة دولية ان شاء الله راح تكون خارج الدولة. الحمد لله رب العالمين، راضين على مستوى اللاعبين الآن، وفي لقاءات ودية راح تكون مع أندية داخل الدولة استعدادا للموسم. ويتميز نادي الفجيرة للفنون القتالية، والذي تم إشهاره قبل سنوات قليلة عن امتلاكه لنخبة من اللاعبين المميزين والموهوبين ومن مختلف الأعمار ولكلا الجنسين، ونجح خلال فترة قصيرة من بناء قاعدة رياضية تتطلع لتحقيق إنجازات متميزة، كما ويمتلك في صفوفه الخبرات الإدارية والفنية القادرة على اختصار الزمن للوصول لمنصات التتويج، كما حدث له خلال مشاركاته المحلية والدولية السابقة والتي تمكن بها من وضع بصمة طيبة شكلت منعطفا لتكون إمارة الفجيرة إحدى أبرز أماكن ممارسة الرياضة عموما، والتايكواندو خصوصا، بالرغم من استخدام التقنيات الحديثة في هذه الرياضة وفي دولة الإمارة تحديدا وفي مختلف دول العالم بشكل عام. احنا هنا طبعا عندنا الجهاز الإلكتروني كامل اللي بيستخدموه باللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي، وبيدربوا عليه الأولاد، وعندنا جهازين اللي هو الدايدو والكي بي ام بي، وبيدرب على الجهازين. وفي هذا السياق عبر منتسبي فرق التايكواندو عن سعادتهم للانضمام لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وكشفوا عن تطلعاتهم انطلاقا من النادي وبفضل الدعم الكبير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة. نادي الفجيرة قام يتطور، إن شاء الله نوصل عالمية. مثل ما أنت شايف طبعا هذا نادي الفجيرة اللي طلع الأبطال قبل ولا زال يطلع الأبطال حتى للآن. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير الجميل اللي تابعنا وياكم، وضيفتنا اليوم هي لاعبة مصرية وهي مريم، أحد لاعبات نادي الفجيرة الفنون القتالية، في نستضيفها اليوم في برنامجنا اليوم في برنامج صباح الفجيرة، وهي أيضا ممثلة عن زملائها. صباحك الله بخير يا مريم. صباح الخير. مريم، نبغيك تخبرينا بداية، شو تعني لك ممارسة تايكوندو؟
لعبة التايكوندو هي عبارة عن لعبة دفاع عن النفس. أنا كبنت لو حصل لي موقف إن أنا محتاجة إن أنا أدافع فيه عن نفسي، أول حاجة طبعاً هلجأ ليها هي التايكوندو. اللعبة بتعتبر إنها سلاح من لا له سلاح. طبعاً اللعبة من حيث المبدأ ما بتختلفش عن أي لعبة قتالية زيها، زي الكونغ فو والكاراتيه والبوكس، بس هي بتختلف من حيث الأسلوب وطريقة الفكر. يعني هي أسلوبها بيعتمد على كونه طريقة فكرية وجسمية، بيعتمد على العقل في التحكم على الجسم، وطبعاً دي بتعتبر أفضل طريقة عرفها الإنسان للدفاع عن النفس. اللعبة تجاوزت أسلوبها أنها تكون لعبة قتالية وأصبحت أسلوب حياة، لأن اللعبة دي بتديك الثقة بالنفس والدفاع عن النفس والتركيز وتخليك شخص عقلاني. فدي طبعاً من الفوائد القليلة اللي بتندرج تحت فوائد ممارسة لعبة التايكوندو. جميل جدا. طبعا يعني احنا مثل ما دائما نشوف ان هم الاولاد اللي يلعبون التايكوندو، لكن انت سبقتيني وتكلمتي انه لو كنت حابه تدافعين عن نفسك، يعني البدايه كانت حبا في لعبه التايكوندو، بديتي وانت صغيره ولا من لما كبرتي صار عندك موقف معين رحتي تلعب، يعني رحتي سجلتي في نادي الفجيره الفنون القتاليه؟ هذا واحد. اثنين، علشان هم متكاملين مع بعضهم ما اقدر افصل السؤالين، خلينا نتحدث عن كرياضه التايكوندو، علاقتكم انتم كفريق داخل النادي وشلون تتعاملون مع بعض او شلون تمارسون هذه الرياضه، وخصوصا هل من الممكن كبنت انها يكون الخصم تبعها ولد؟ يعني احيانا انت لما تكوني على الحلبه هل يكون الخصم ولد او لازم يكون الخصم بنت؟ لا، هو لازم في البطولات لازم يكون الخصم بنت، بس اذا كان في تمرين عادي ممكن البنات تتدرب مع الاولاد. بالنسبه للسؤال الاول، انا من وانا صغيره بابا وماما شاركوني في لعبه التايكوندو. طبعا اول يوم رحت فيه بعيط بصوت مش عايزه العب تاني، بس لدرجه ان بابا وماما خلوني يعني بيعاقبوني من الحاجه اللي انا بحبها عشان اروح للتمرين. بدايتي ما كانتش في نادي الفجيرة الفنون القتاليه، بدايتي كانت في نادي تاني خالص. بدات العب واتطور لعبي وبعدين انتقلت لنادي الفجيرة للفنون القتالية. نادي الفجيرة ما شاء الله يعني الدعم فيه قوي جدا والفريق في تطور وازدياد. طبعا كل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، وبفضل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لدعمه المادي والمعنوي لاعضاء الفريق. بالنسبه بكون ان احنا فريق واحد، احنا ما نعتبرش كفريق، احنا نعتبر كاسره واحده. اي علاقه تربط الاسره ببعضها هي بتربطنا احنا واعضاء الفريق مع بعضنا البعض، سواء كانوا بنات او اولاد. وعندنا الفريق يعني الاداريين والكباتن ما بيهتموش او ما بيقتصروش فقط على رياضه التايكوندو، بل بالعكس اهم حاجه عندهم الدراسه والتحصيل الدراسي في الاول وبعدين اللعبه. عندنا كذا حد في الفريق عنده مشكله في التحصيل الدراسي، لجأوا للكباتن والكباتن ساعدهم. انا واحده من الناس دي، كان عندي مشكله في الجامعه في ماده معينه وما كنتش قادره احلها، لجأت الكابتن نادر ابو شويش وهو ساعدني في حل مشكلتي دي. يعني معنى كده ان النادي ما بيقتصرش بس على لعبه التايكوندو زي ما قلت لحضرتك، بيعتمد على كونه كل حاجه. ده غير كده مؤازره الفريق لبعض البعض في البطولات والتشجيع المستمر ليهم والتحفيز والمنافسات القويه بين الفريق اثناء التدريب طبعا وفي البطولات. اكيد مريم، ولكن نروح شوي نتعمق في شخصيه البنات. البنات الحين لما يكون في شيء تتحسب انها راح تغلب على نعومتها شوي كبنت، ان الرياضه هاي راح تعلمها الخشونه، فتقول لك لا انا ما ابغي، انا مش نفس الاولاد عشان اتعلم هذه الرياضه واكون خشنه في حياتي. البنت في طبيعتها ناعمه وتحب الدلع والرقه، حتى الشغل في البيت احيانا ما تشتغل بس عشان تحافظ على نعومتها. فهل واجهتي هالشيء او شو تنصحي بالبنات اللي يفكرون بهالطريقه؟ بالنسبه البنت بتعتمد شخصيتها على كونها، يعني بتعتمد على شخصيتها وطبيعتها الداخليه، والرياضه ملهاش اي علاقه في التاثير على شخصيتها دي عشان الناس تقول عليها انها بنت او انها رقيقه، بل بالعكس يعني مش لازم انها تكون ضعيفه عشان يقول عليها انها بنت. طبعا الرياضه بتاثر على تاثير على شخصيه البنت بتاثير ايجابي، بتخليها انها زي ما انت قلت ان البنت مشاعرها غلابه عليها. الرياضه بتخليها تروح لمستوى ايجابي، تبدا تتحكم في نفسها، ضبط النفس، يكون عندها ضبط النفس، تحكم في اعصابها، بيكون عندها تركيز،
وتكون شخصية عقلانية بتوزن الأمور، مش إنها تكون تزعل على أي حاجة وما تشتغلش في أي حاجة زي صحيح. ولكن ولكن يعني بس إن يعني خف الدلع أنت أكيد، ولكن يعني مثلا لا خالص ما خفش الدلع. شوفي نحن كريالي تعودنا على الأنثى أنها تكون ناعمة، فالحين لما بزعل أختي وهي كانت تلعب تايكوندو بدل ما تبوز وتروح تعطيني حركتين على السريع. لا بالعكس خالص، لا خالص. يعني انا مثلا اصحابي في الجامعه ما كانوش يعرفوا، يعني اثر على الشخصيه يمكن يعني بشكل داخلي حتى مش متطلعينه بس يمكن بشكل بسيط ولا لا. ما انا قلت لك انها بتاثر عليها بطريقه ايجابيه تخليها تتحكم في عواطفها. بس يعني انا بقول لك عندي زمايلي في الجامعه ما كانوش يعرفوا ان انا بلعب تايكوندو. في فيديو نزلته على الانستغرام هم شافوه قالوا لي مريم بجد احنا ما نعرفش ان انت بتلعبي تايكوندو، شكلك خالص ما يدلش واسلوبك ان انت بتلعبي تايكوندو. لدرجه حتى قالوا لي انت عندك انفصام في الشخصيه. فاللعبة ما لهاش اي دعوه بتاثير على الشخصيه للبنت. انا بلعب بوكسينج ينفع؟ مريم يعني كلمة أخيرة في المختصر، أنت بتحبي تقدمينها للبنات في هذه اللعبة، لعبة التايكوندو؟ أول حاجة طبعا بحب أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على دعمه للنادي والفريق، ولمدير النادي العقيد أحمد حمدان الزيودي على متابعته الشخصية لنا في التمرين. وبحب ان انا اشكر قناه الفجيره لاهتمامها بالرياضه والرياضيين. طبعا دعوتي خاصة يعني عمل أي بنت في الإمارات إنها تحب تشارك في التايكوندو. طبعاً ده مش هيأثر على شخصيتها ولا هيأثر عليها كبنت، بل بالعكس هيحسن من شخصيتها، يخليها يعني إنها إنسانة بتفكر وإنها مركزة وتعرف الصح من الغلط وما تخليش مشاعرها يعني إنها تتغلب عليها. ودعوة خاصة لكل بنت في الفجيرة يعني إنها تحب تشارك في التايكوندو. النادي طبعاً مفتوح بالدعم بتاعه وبس. تسلمين، يعطيك ألف عافية مريم. يعطيك ألف عافية. إذن مشاهدينا، إمارة الفجيرة تضم بالحقيقة إبداعات وتضم أيضا فجراويات وفجراويين يحملون هناك مكنون داخلي وطاقة إيجابية كبيرة. ولكن النصف الآخر يا عمر ما ننساه، النصف الآخر من برنامجنا الصباحي هو تخريج دفعة علوم الابتكار من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا مقر الفجيرة. رح يشهد التخريج سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه، وأيضا ولي عهد إمارة الفجيرة محمد بن حمد الشرقي، الله يحفظهم ويرعاهم. خلينا نشوف معنا هذا التخريج وراجعين. حياكم الله مستمعينا. طبعا نحن الان متواجدين في قاعه شيخ خليفه، يرفع علامه على مسامعكم الان النشيد الوطني، وقد حضر الحفل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد اماره الفجيره هذا الحفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء لكم منه شراب ومنه شجر
الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيوخ الكرام أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام إخواني الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك الثلاثاء الموافق 27 من أكتوبر لعام 2015، أرحب بكم جميعاً في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا مقر الفجيرة، دفعة عام الابتكار. نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من السواعد الشابة وبناة الوطن التي تساهم في ازدهار الدولة وتعزيز مسيرة النمو والتطور. ويشرفنا في هذا العام أن نتسمى بدفعة عام الابتكار لما للجامعة من دور رائد في تعزيز الكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار والتطوير. إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي. إنه يجب أن لا ننسى أن حجم التحديات ونوعها قد تغير، وما يستوجب علينا بدء المزيد من الجهد لتحسين شعوبنا ودولنا لمواجهة تلك التحديات. أنا أهم الجميع، هذه قمة الابتكار، قمة الازدهار، قمة الانتصار، قمة الهمم التي لا تعرف الانكسار. تنظر الحكومة المتميزة إلى أن كل مواطن ثروة وطنية، وبناء الدولة لا يعتمد على الحكومة فقط، بل هو واجب على كل مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة. أريد أختم وأقول، ما دام هذه النوعية موجودة، وما دام هذه الروح موجودة، وما دام هذا التفاني موجود، مستقبلنا إن شاء الله في هذه البلد توفيق من الله، وهمتكم بخير. قامت جامعة عجمان على رؤية متميزة وفلسفة تعليمية رائدة تم تكريسها على أرض الواقع، وأثبتت نجاحها هذه الجامعة التي بدأت بخمسة برامج أكاديمية، وهي اليوم تطرح 46 برنامجا يمنح فيها درجة البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير. والآن مع كلمة الجامعة يلقيها سعادة أسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، فليتفضل مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، أبناءنا الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم إليكم يا سمو الشيخ بخالص الشكر والعرفان على تشريفكم لنا في هذا الحفل، كما أشكر جميع الحاضرين الذين يشاركوننا اليوم الاحتفاء بتخريج كوكبة مضيئة من طلبة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بمقر الفجيرة تحت شعار دفعة عام الابتكار، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، حيث يتم من خلال هذه المبادرة تدشين مرحلة جديدة وتحول نوعي في مفاهيمنا الاستراتيجية، وهي مبادرة ترتقي لمستوى التحدي الحضاري، وتدرك أن الجامعات ومراكز البحث والتطوير هي ميدان المنافسة الحقيقي بين الأمم، وتعي أن العقول وبراءات الاختراع هي السلاح الذي تحمي به الدول والشعوب مكتسباتها وأمنها القومي. سمو الشيخ، الحضور الكريم، قبل أكثر من 15 عاماً وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة اللبنة الأولى لهذا الصرح العلمي الكبير، ومن خلال رعاية سموه